ومتابعينا بصباحنا وصلنا أولى فقراتنا لليوم، رح نحكي فيها عن التنمية البشرية يلي هي بحر واسع من المفاهيم ومن المهارات يلي بتهدف لتحسين حياة الفرد والمجتمع. واليوم رح نتعرف على مفهوم جديد من المفاهيم. خلونا نرحب بالمدربة مدربة التنمية البشرية دعاء الشريف. صباح الخير دعاء. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. خلينا بالبداية نعرف للناس أكتر. دائما نسمع انه عندك ذكاء عاطفي، هيدا بيعرف يشتغل كثير منيح، يستخدم ذكائه العاطفي بطريقه كثير جيده. شو هو الذكاء العاطفي؟ تمام. هلا الذكاء العاطفي هو موضوع هام جدا وهام لنا جميعا لحتى نكون اشخاص ناجحين بالحياه. فشو هو مفهوم الذكاء العاطفي وماهيه الذكاء العاطفي وليش سموه العلماء بالذكاء العاطفي؟ نحن بحياتنا اليومية بنمارس كتير شغلات بشكل طبيعي وتلقائي من غير ما يكون أو من غير ما نعرف إنه لها تسميات معينة. فأنا أي سلوك بيصدر مني أو أي فعل كمان بيصدر فهو نتيجة الأفكار الموجودة عندي، الأفكار يلي بتولد المشاعر والمشاعر بتأدي لسلوك. هاي الأفكار من وين إجت؟ هلأ هون بدنا نحكي على شقين، العقل الواعي واللاواعي، الشعور واللاشعور. العقل اللاواعي اللي هو مجموعة الصور والمشاهدات والملاحظات والمعطيات الموروث الموجود عندي من عادات وتقاليد. فأنا ردة فعلي تجاه أي موقف أو أي كلمة بسمعها كيف يكون وقع علي هي نتيجة المخزون الموجود عندي. فأنا لما بدي يعني غير هاي الأفكار أو بدي غير بآلية تفكيري بدي أشوف شو المخزون الموجود، شو الصور، شو المعطيات، شو العادات، شو التقاليد، فبلش دخل أفكار جديدة، أفكار إيجابية، ركز على الشيء الإيجابي وأتجنب الشيء السلبي. فلما عم دخل أفكار جديدة عم بعمل تراكم جديد، فبهالطريقة هي أنا عم بعمل محاكمة عقلية وبالتالي عم غير آلية تفكيري، فعم تتغير الأفكار وبالتالي المشاعر عم تتغير وردود أفعالي عم تتغير. فهذا إدراك الوعي وإدراك وإدارة الذات، والوعي الذاتي هو الذكاء العاطفي، بمعنى الانتباه للحالات الداخلية يلي عم بيعيشها الإنسان، ومن خلال مراقبة حالاته النفسية أثناء حدوثها سبب إدراكها وبالتالي فهمه لأبعادها. فأنا لما أكون فاهمة مشاعري تماماً وقادرة ديرها أكيد رح أكون فاهمة لمشاعر الآخرين، فهم منفوت بشيء اسمه الذكاء الاجتماعي أيضاً. تمام. يعني من خلال المحاكاة النفسية لمشاعر الآخرين. طبعا هي القدرات عم نحكي عليها كلها بتتكون بالسنوات الأولى لحياة الطفل. فالنمو العاطفي والاجتماعي للطفل بيتأثر بشكل كتير كبير بالجو الأسري العام، يعني حتى التصرفات الصغيرة اللي بتكون موجودة بين الأبوين والطفل إلى محتوى عاطفي ضمني عند الطفل، وبالتكرار وعلى مر السنين ايضا بتتكون هي القدره والرؤيه العاطفيه والاجتماعيه للطفل. فاذا بدنا نبسط الامور فالذكاء العاطفي هو انه انا اقدر افهم ذاتي واقدر اسيطر على انفعالاتي وبالتالي يكون فهماني مشاعر الاخرين. تمام. دعاء خلينا نحكي مين هن الاشخاص يلي بيمتلكوا ذكاء عاطفي؟ ليش بنقول هذا الشخص عنده ذكاء عاطفي وشخص ثاني ما عنده ذكاء عاطفي؟ تمام. هلا نحن كثير ممكن نشوف اشخاص هن عندهم قدرات عقليه وعندهم الذكاء المنطقي والعقلاني كثير عالي، ولكن هن اشخاص ما عندهم علاقات ناجحه بالحياه، ما عندهم يعني ما بيعرفوا يتعاملوا مع الناس وفاشلين بالحياه الاجتماعيه. واحيانا بنلاحظ كمان انه في اشخاص هن ذكائهم المنطقي والعقلاني عادي جدا، ولكن اشخاص هن ناجحين بالحياه وقادرين يبنوا علاقات اجتماعيه ناجحه. فالشخص الذكي عاطفيا ممكن هو يوصل لمراحل يقدر يتنبأ بردات فعل الآخرين من خلال لغة الجسد، من خلال يعني كتير أمور. فالشخص الأهم شيء بالشخص الذكي عاطفيا يكون عنده التعاطف، يعني شخص متسامح مثل ما بنقول العفو عند المقدرة، يعني ما بيحمل غل، ما بيحمل حقد اتجاه الآخرين، قادر يحتوي الآخرين. فأنت بتحسي لما بتحكي معه بتكوني مرتاحة بالحديث معه ومبسوطة بالحديث معه، على عكس الشخص اللي عنده طاقات سلبية أكيد ما حدا بيحب إنه يتعامل معه والكل يعني بيتجنبه. الشخص العاطفي أو يلي بيمتلك الذكاء العاطفي هو الأكثر متصالح مع ذاته، الأكثر ومع الآخرين أيضا. تماما. الأكثر يعني عنده كمان مشاعر بحب حاله وبحب الآخرين. تماما. نحكي بهذا الشيء. هلا انا ذكرت انه الشخص اللي عنده الذكاء العاطفي هو شخص اول شيء انا بدي ابدي من ذاتي، يعني انا لما اكون فهمانه ذاتي
تماما وقادرة سيطر على هاي الأفعال، يعني بعرف أنا شو الشيء اللي بضايقني، شو الشيء اللي بيزعجني، شو الشيء اللي بيخليني أكون سعيدة. هاي تحديدا كمان بتفيدني إني أكون قدرانة أتواصل مع الآخرين، قادرة أتفهم مشاعرهم للآخرين. طيب خلينا نحكي عن مهارات الذكاء العاطفي، يعني شو هي المهارات اللي بيمتلكها الشخص لنقول عنده فعلا هذا الذكاء العاطفي؟ هلا اهم شيء بالمهارات هي اجراء محاكمه عقليه للافعال الموجوده عندي، يعني الافكار الافكار الموجوده عندي اللي بينتجها العقل وبيعبر عنها القلب. الوعي الذاتي، يعني بنكرر وبنعيد على موضوع الوعي الذاتي واداره الذات، يعني فينا نقول الكفاءه الشخصيه، يعني انا كل شيء نحن كل شيء بنحصده بالحياه هو نتيجه الافكار اللي زارعينها جواتنا. في ايضا الكفاءه الاجتماعيه اللي هو الوعي الاجتماعي، لحتى نحن نكون اشخاص ناجحين بالحياة وقادرين نتواصل مع الأشخاص في عنا عدة مهارات، من أهمها التوقيت، مهارة أني أنا أستخدم التوقيت المناسب للتواصل مع الأشخاص. يعني ممكن أنا أتواصل مع شخص أو مثلا بيكون في شخص قدامي بدي أحكي معه، يكون هذا الشخص حزين أو في شيء مضايقه، أنا ما فيني أني أجي أحكي له نكتة، يعني عارف أتعامل معه بطريقة ذكية. فينا نقول في نسب للذكاء العاطفي؟ يعني تختلف نسب الذكاء العاطفي من شخص لآخر؟ هلا هذا بيقدر يستخدم ذكاءه العاطفي بطريقة كتير ذكية، الشخص الآخر لا، محدودة؟ ايه اكيد. هلا نحن حكينا انه هو بده يبلش من الطفولة هذا الذكاء العاطفي، يعني الاهل بدهم يعلموه للاطفال من لما يكون الطفل صغير، بدنا نعلمه هذا التعليم العاطفي. ففي اشخاص عندهم الذكاء العاطفي، في اشخاص عندهم ما عندهم هالقد الذكاء العاطفي، بيعززوا الذكاء العاطفي بطرق عديدة يعني. ايضا من المهارات بدي اذكر كمان فن الاستماع، انه انا بدي اسمع على الشخص مو لحتى نفذ الأوامر اللي هو بده يقول لي إياها أو لحتى لبي له الشيء اللي بده إياه، لا أنا بدي أسمعه لأني حابة إني أسمعه لهذا الشخص، بركز على نبرة الصوت، بركز على الكلام، والآخر تعمل معه كمان تماما من خلال لغة الجسد أيضا. تمام. خلينا نحكي نحن كيف فينا نعطي أولادنا ذكاء عاطفي، كيف فينا نقدم جو ملائم لحتى أولادنا يكتسبوا يكونوا أكثر مرونة باكتساب الذكاء العاطفي؟ كيف فينا نحن ندرب حالنا، كبار كنا ولا صغار ولا داخلين لسوق العمل ولا لحياة اجتماعية جديدة؟ خلينا نحكي شو هي التدريبات أنتم كمدربين بتطرحوها على الأشخاص، بتقدروا تفيدوهم إن كانوا صغار وكبار؟ تمام. هلا بمجال الأسرة التعليم العاطفي بيبدأ من اللحظات الأولى للطفل وبيستمر طول مرحلة الطفولة، فأنا بدي أعلم الطفل إنه هو كيف يعبر عن مشاعره، كيف يتعرف على طريقة عواطفه، ممكن عن طريق الكلام ببعض الكلمات اللي بنطقها، ممكن عن طريق لغة الجسد. فلما هو نحن بنعلمه هي القصص أو كيف يعبر عن هذا الموضوع، هون عم يمتلك القدرة الذاتية على للتعامل مع نفسه والتعامل مع الآخرين. فيجب احترام مشاعر هذا الطفل وتعليمه احترام مشاعر الآخرين. فالشخص حتى لو ما كان متعلم هي المهارات على صغر، ممكن أنه هو يتعلمها بأي عمر هو بده إياه يتعلم هي المهارات، لأنه هي مثل ما حكينا أنه هي هامة لحتى يكون الإنسان ناجح بحياته المهنية والأسرية وكل مجالات الحياة. طيب أنتم كمدربين على عطيب، يعني يمكن بتقدموا نصائح، بتقدموا شغلات بتساعد المتلقي انه هو يصير عنده ذكاء عاطفي، ولكن شو القصص العمليه او المهارات العمليه اللي ممكن تعملوها للمتلقي لحتى هو يكتسب الذكاء العاطفي؟ في كثير اشخاص انه ما بيقدروا يساعدوا حالهم بحالهم ويكتسبوا اي شيء لحالهم. تمام. هلا اهم شيء انه انا اغير جوهر المعتقدات اللي عندي، لانه هي بالبدايه كلياتها بتجي من الافكار. صحيح. يعني كل حياتنا هي المشاعر، والمشاعر اللي عم تؤدي للسلوكيه نتيجه الافكار الموجوده. نحن عاطفيين اساسا بشكل كثير كبير، فبتلاقي المشاعر نوعا ما تغلب على هي الافكار. تماما. فبدي اغير جوهر هي المعتقدات اللي عندي، وحاول لما بدي اتعامل مع الاشخاص ركز على الشيء الايجابي فيهم. يعني اتجنب الشغلات السلبيه. اذا انا عندي مديري مثلا بالشغل ما لي قادره اتعامل معه، هو شخص مثلا ما فيني انا اني اتعامل معه، ولكن مجبر اني اتعامل معه، فانا بدي اضطر اني ركز على الشيء الايجابي فيه. يعني ما اكيد ما راح احب هذا الانسان، ولكن بالحد الادنى اني اقدر اتقبله واقدر اكون عم بتواصل معه يعني. طيب شو هي الاختبارات اللي ممكن فينا نحدد نسبة الذكاء العاطفي؟ هي مواقف ممكن تمر معنا نوعا ما بطريقة التعامل مع الأشخاص الآخرين؟ هلأ بالنسبة للاختبارات كمان بدي أحكي على موضوع أنه يعني
الاختبارات هي عن طريقة استجابة الشخص للمواقف اللي بيتعرض لها، كيف تكون ردة فعله أنا لما بتعرض لموقف معين مثلا. التصورات الذهنية اللي بحطها أنا بعقلي أو بذهني كتير هامة. لو أنا مثلا تصورت أنه العالم من حولي أنه هو أشبه بالذئب المفترس مثلا، فأنا رح دور ضحية، هدول القصص التفاصيل اللي بتلاقيها. ايه تماما. فأنا رح أتعامل مع العالم كله والمحيط اللي حوالي على هالأساس وعلى هالموقف والتصورات اللي أنا حاططها. يعني ما عاد في حذر مثلا من الآخرين، ما في ثقة، في رهبة بالتعامل معهم. هذا أكثر شيء بنشوفه ببيئة العمل مثلا. فلو انا عكست هاي التصورات الذهنيه واعتبرت حالي او فعلا كنت بمكان للعباده مثلا، فالتصورات الذهنيه ورده فعلي واحساسي تجاه الاشخاص الموجودين فيه حتكون مختلفه تماما، وحتكون رده فعلي وكلماتي الطف حتى. تمام. دعاء، بما انه اليوم عيد المراه، خلينا نحكي قديش المهم الذكاء العاطفي يكون موجود عند المراه، قديش مهم اليوم المراه السوريه برغم الظروف اللي مرقت فيها، انه عم تنفذ قصص على ارض الواقع، عم تكسب مصاري، عم تكسب وعم تعطي عواطف ايضا. تماما. هلا نحن كنا نسمع من زمان انه المراه غير صالحه للقياده لانه هي عاطفيه. صح. مثلا طبعا هي المفاهيم تغيرت عالميا، لانه العاطفه ما بتتعارض ابدا مع المهنيه، المهنيه اني انا اقوم بمهنتي على اكمل وجه وعلى وجه الاحتراف، ولكن باللحظه ذاتها اكون فهماني انا لمشاعري وفهماني لمشاعر الاشخاص اللي حوالي. فالمراه بدنا اليوم، بما انه اليوم عيد المراه العالمي، فبدنا نوجه تحيه اكيد لكل امراه، واللي هي الام، اللي هي الابنه والزوجه والحبيبه. وبالتالي في بعض النصائح انه هي دائما يعني تكون قادرة على التغيير، ما تنتظر التغيير من الأشخاص اللي حواليها أو من الظروف المحيطة، وقادرة دائما على أنه هي تشتغل على حالها. يعني بتكتسب مهارات، تكتسب علم جديد، فهذا كله سلاح لها وقوة بالنهاية. أكيد نوجه تحية لكل النساء السوريات، لأنه اليوم المرأة يمكن عم تشتغل أكثر من قصة بوقت واحد، بتلاقيها عم تقدر تكون متوازنة عاطفيا وتعطي بيتها وأولادها، وتكون عم تشتغل كمان أكثر من شغل، فهذا بالنسبة كمان ذكاء عاطفي، كيف فيني أنا أتعامل مع المحيط. بس يمكن الأطفال أكثر ذكاء بالتعامل بالذكاء العاطفي، يعني الطفل بتلاقيه طفل بيعرف من وين تأكل الكتف حتى بالتعامل مع، فينا نقول، مع أمه. هون كيف فينا نعزز هي النقطة، نستغلها عند الأطفال بطريقة صحيحة؟ هلا نحن حكينا انه الاساس بده يبلش من الاسره. يعني الاسره هي اللي بتعلم الطفل هي المهارات العاطفيه. الطفل بيتاثر كثير بشكل كثير كبير باهله، بيتاثر لما حتى لما يكبر، فكيف بيتعامل مع الظروف، كيف بيتعامل مع اي موقف بيتعرض له، رده فعله بتكون نتيجه التصورات الموجوده عنده من لما كان صغير. فهي المواضيع، كيف يتعاملوا اهلي مع الظروف المحيطه، كيف يتعاملوا، كيف سلوكهم، فهذا ايضا بيحدد شخصيتي بالمستقبل. تمام. دعاء، يعني اليوم تدريبات التنميه البشريه كثير صارت منتشره وكثير صارت مفيده، وكلنا يمكن بحاجه لها اليوم. اي اهون انه نحن نلجا الى التدريب او التنميه البشريه بأي عمر؟ كنا فايتين على الجامعة أو مخلصين الجامعة أو فايتين على سوق العمل أو نحن بدنا نفتح بيت، بأي عمر نحن فينا نخضع لتدريبات تقوينا بحياتنا، نكسب منها مهارات، نكسب منها ثقة، نكسب منها توازن، وخاصة يعني ظروف كثيرة مرقت علينا. تمام. هلا الموضوع تنمية هي القدرات بالذكاء العاطفي هي مهمة بكل الفئات العمرية، يعني سواء كان الصغير او الانسان. نحن حكينا انه اذا الواحد مثلا ما تعلمها بالصغر فيه هو يتعلمها لما يكبر، يعني هي الشخصيه قابله للتطور باي مرحله كانت. فهذا الموضوع له اهميه كثير كبيره، موضوع الذكاء العاطفي، فينا نقول انه هو المحك الاساسي والمؤشر الحقيقي للنجاح. يعني له اهميه بالمجال الاسري، بالمجال التربوي، بالمجال المهني، وبالمجال الاجتماعي، بمجال العلاقات. هذا بيسالك عنه، يمكن اليوم كلياتنا تعرضنا لظروف قاسيه وصعبه، 10 سنوات للحرب، بس تلاقي في ناس اكثر كنترول على حالها، بتبدا تضبط اعصابها. قديش هيدا النوع من الذكاء بياثر على حياتنا بالمستقبل اجتماعيا وعاطفيا على الصعيد الاجتماعي والمهني؟ لانه بتلاقي في كثير من الناس بتقلك انا ما كنت هيك، انا كنت بقدر اتعامل بطريقه اروى، انا فيني اتعامل، بس الضغوطات يمكن اللي تعرضت لها والصدمات اللي تعرضت لها خلقت هيدا الشخص مني اليوم.
تماما، هو يمكن الكبت او الانسان كابت مشاعره كل الوقت، هي بيؤدي اخر شيء لحالات نفسيه، ممكن للاكتئاب، ممكن انه الشخص يكون يحب يقعد مع حاله، ما يحب انه يعني يتعاطى مع حدا. فهو الانسان بشكل عام اللي بيوصل لهي المرحله وما له متفهم لمشاعره تماما، يعني انا مالي عارفانه شو السبب يلي خلاني اليوم مالي مبسوطه، شو السبب يلي انا خلاني مثلا يعني حزينه، شو الشيء يلي خلاني سعيده، مالي قادره احدد مشاعري. فاهميه الذكاء العاطفي إذا بدنا نحكي هو أهميته أيضاً بالمجال المهني أهمية كتير كبيرة. صحيح. فبالمجال المهني المؤسسة لحتى تكون هي الأنجح والأهم وقادرة أنه هي تتطور بشكل مستمر، أكيد لازم هو مهم بين الموظفين، بين الموظفين والمدير، بين الموظف والعملاء أيضاً. فبيخلق نوع من الراحة ببيئة العمل، بيخلق نوع من التعاطف والتفاهم بين جميع الأفراد المؤسسة الموجودين بقلبها. حتى بالمجال الاجتماعي أهم شيء أهمية الذكاء العاطفي بالمجال الاجتماعي إنه هو يكون في عندي تعاطف اتجاه الآخر، يعني أنا مثلاً ما استخف بالشخص اللي جنبي إنه هو ممكن يكون حزنان على أو ما له مبسوط. هاي بقدرات ومشاعر الآخرين تلاقيها موضة، يعني تمام، شو الإنجاز اللي عملتيه، يعني شو هالظروف القاسية اللي مريت، يعني تمام. كلياتنا هذا دائماً بتحسي واصلين لمراحل كتير متقدمة، المحيط أغلبه بهي الطريقة بيتعامل معك تماما. فانا بدي احترم مشاعر الاخرين، يعني حتى لو هو كان مثلا حزنان على سبب كثير تافه وسطحي، ولكن انا لازم اتعاطف معه لهذا الانسان، وايضا لازم نفرح لنجاح الاخرين لانه نحن عم نزرع هذا الفرح بعقلنا وعم نولده بمستقبلنا، ودائما نستخدم طاقات الحب لانه هي اقوى الطاقات، فاي شيء من دون محبه ما بيستمر وما بيكون ناجح. نعم. بالختام دعاء، خلينا نحكي نصائح اخيره بتحبي توجهيها لكل المشاهدين. تمام. هلا اول شيء بدنا نحكي او بالختام بدي ركز على موضوع تغيير الاعتقادات الموجوده عندي لحتى انا آلية تفكيري تتغير بالافكار نتيجه الافكار الجديده يلي انا دخلتها لذهني، لانه التصورات الذهنيه اللي كانت موجوده عندي بالماضي هي اللي عم بتحدد يعني الوقت الحاضر اللي انا فيه، وتصوراتي الذهنيه اللي هلا عم شكلها بالحاضر رح تحدد مستقبلي. واهم شيء انه يكون الانسان فهمان ذاته وهو حابب انه يغير من ذاته ويكون افضل مما هو عليه. صحيح. اكيد نتشكرك مدربه التنميه البشريه دعاء الشريف على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك.